FM. الكلمة ليك. فوزي خليل، أصيل مدينة الحمامات، عمري 55 سنة، صاحب اختراع ماكينة اسمها الفيول ايكونوميك سيستم اللي هو مختصر للطاقة. الاتليه اللي هو كما تشوفوا هو مش اتليهم، فاهم؟ كوان كوجينا لورد تاع الوالدة، انه اذا كانش طيب حاجة اللي ما جابش طيبها في كوجينا للداخل تجي طيبها هناك، وفيها سوا ديزون تحط العولة فيها. الور انا اختنمت الفرصة بسكو هكا نجم ماتريالي كيما تشوف الكل متعيش، حتى كي نجي خارج نجم الباب ما عنديش حتى مشكل، وهذا هو اللي نجم معناتها نقدر عليه حاليا. لي زيتود نتاعي عملت دي زيتود ميكانيك، وانتروتون مغروم بالميكانيك غرامي من الصغر. ديك جيتي على لاج دو نجم تقول 7 8 9 ans وانا مغروم بالميكانيك ونحب الميكانيك ونتبع. ما انه انا عندي فكره من قبل كيفاش هنا لي ترونسبورتور، الناس اللي عندهم الشركات نتاع النقل والناس اللي عندهم الكاريرات والناس وصلوا في وقت معين معناتها يستعملوا في الغاز في بقعة الديزل باش ينزلوا على الكوب. بدات تخمر فيا الفكرة انه ممكن نلقى حاجة تتماشى، وال ما هيش واضحة بين عينيا، لكن عندي الفكرة انه نحب نلقى. نقص لك الكونسوماسيون دو 45%، معناها بعبارة أوضح إذا كان أنت كاميونك كان يأكل في النهار ب 100 دينار ديزل، شو اللي يأكل لك ب 55-56 دينار. اللي اون 3 ديبارتمون، لو ديبارتمون سي لا جينيراتريس، ديبارتمون ريفرواتيسمون اي ديبارتمون الكتريك و ديال الكوموندمون. ici où ça se passe tout. انا اللي تقع العملية الكل يخرج هواء من هنا يتعدى على شاسور دامبيوريتي اللي هو عبارة على فيلتر، معناها يمشي من البيب هذا يمشي الرونيفلور نتاع الكاميون. تعطيه كاربيرون، تعطيه مازوت، ولا تعطيه إيسانس، ولا تعطيه غاز، ولا نبرو، ديما ياخذ 55-56-57% والباقي يرجع بار ليشابمون. أنا هنا لعبت على الفاكتور هذا، هذاك باش يعمل بوليسيون، باش يعمل دخان، لكن 45-46% باش يخرجوا من الشابمون باش يعملوا دخان، وقت احنا ما عادش باش يخرجوا هذوما، ألور ما عادش فما دخان، ما عادش فما بوليسيون. الثورة كانت مثال، أنا وكان السيستم تاعي هذا جيت بيه هنا قبل الثورة ما كانش يقعد، والناس كل تعرف علاش ما كانش يقعد، وكان يتفك، وكان إذا ما تسرقش يتفك، وكنت يا إما يتفك من البروجي
ونعيش بقيت عمري مهبود. الاحتمال الثاني أن نجم نعيش بقيت عمري كل في الحبس. الثالث احتمال أنه نجم نموت. من 2008 حتى 2011 ثلاث سنين هذنك بالذات نمشي أنه عندي صاحبي اللي الديريكتور جنرال متاع لورجي. لورجي هذه أكبر بيرو دي تود بترولي في العالم موجود في فرانكفورت وعنده سكرسال في جوهانسبورغ هو المدير متاعه. كان يحط لي لابوراتوار على ديسبوزيسيون وكنت نعمل فيه لي ريشيرش سورتو بور لي فورمول شيميك علشان كان عملتهم انا زاد كانوا ينجموا يتسرقوا ديما ما فماش ثقه ينجموا بالفلوس يتشروا. كي جات الثوره قلت باه بدلت المعطيات في تونس ونعرف اللي تونس مينا متاع فلوس غير الناس ما تعرفش اللي هي مينا متاع فلوس. نقول الوالدة عاونتني شمعناها مش عاونتني تكنيك ماما تعاونتني ما عاونتني ماديا بشرطي علش أنا صرت ماما وصلت صرت لي برشا فلوس البروجي هذا وصلت في أنا صرت ماما ما عادش النجم ألور وقفت معايا الوالدة مشكورة وربي طول في عمرها وصلت ما نشريش باكو دخان ونقعد 4-5 أيام نشري سواقر قلال ونخليك الدينار ولا 15% على جهة باش نعمل 7000 ولا 8000 باش نشري بيهم قطعة ساعات باش نجرب بيها من السيور اللي باش تخدم. فكرة نبيع البروجي لا جيو دي بروبوسيون اللي هما جاني بروبوسيون من شركة فرنساوية وكانوا عارفوا اني انا حالتي المادية فهذا عامل تاني انه حالتي المادية ما عادش عندي فلوس بروبوزوا عليا برشا فلوس ما يقارب 2 مليون دينار ورفضت. علاش رفضت؟ هما اموانزان كنت باش نمشي معاهم في الخدمة. رفضت انو لي كونديسيون تاعهم اللي حطيتهم لي صعب برشا. الكونديسيون الاول انو يتنحى الاسم اللي حطيته انا واللي هو ديبوزي. ثانيا تتنحى كلمة ميد ان تونيزيا. معناها بعبارة اوضح كانوا ما عادش متاعي البروجي. كان عندي امل كبير من طول امل القايب انو نصنع وحدي مانيش باش نبيعو لازم تصنع في تونس وتسوق في تونس وقت نكملو المرشي التونسي وقتها يمكن نسوقو البحر. نحب نقولو سورتو بور لي جون دو كيما انتم هكا تبارك الله يفو فرنسي راهو بلادنا معبيه بالفلوس راهو بلادنا سي تانتيران فياج ما يلزمش الانسان يوهب والا يستسلم ويقول اه بون انا نصور في 300 دينار بار موا ولا 500 دينار سا مشي فيه لا ينجم يصورهم كل يوم. ان شاء الله بلادنا تريض بالاخص امنيا وسياسيا علاش الافاق كبيره. انا كاب اف ام اكتشفت انه بالحق انه مشروع نتاع بواطه كبيره. مشروع فعلا مشروع نتاع بواطه كبيره. اما يلزم اليد في اليد واليد فوق الراس. الكلمة ليك.